والله ايه صباح الخير عادي كده. طب ما انا اقول لك ايه، هو في صباح في خير وانت مضايقني ومش عارف انا مالي؟ انا مضايقك؟ اه انت ازاي ما تعرفش انا مالي؟ ازاي ما تعرفش انا فيا ايه؟ مش حضرتك جايه لي عشان توصليني؟ ده مش معناه ان انت تهمشني وتهمش مشاعري وتهمش كل احساسي بان انا متضايقه وزعلانه ويومي متنكد ويومي مش حلو ومش مبسوطه. ايه 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 اهدي اهدي. هو ايه اللي اهدي؟ اهدى ازاي؟ اهدى كده عادي عشان قلت لي اهدي؟ ما انت لازم تعمل افعال تخليني اهدى. اهدى ايه اللي انت بتعمليه؟ انا مش فاهم منك حاجه. كمان مش فاهم مني لا حاجه؟ لا مش فاهم منك حاجه. مطلوب مني كمان ان انا افهمك. يعني انا كمان مطلوب مني ان انا افهمك. اه ده جنان بقى على الصبح. جنان؟ اه جنان. كمان قصدك ان انا مجنونه؟ اه مجنونه. يعني كمان مش عايز تقول عليا كلام كويس وعايز تقول عليا انك مجنونه؟ يا بنتي اهدي بالله عليك. انت تعرفيني؟ ايه ده؟ انت تعرفيني؟ هو انت كمان عايز تقول انت مش عارفني؟ لا ما اعرفكيش. ولا تهت مني؟ تهت منك؟ انت بجد؟ انت بجد؟ انت اللي بجد. انا عايز اعرف إيه انت اللي بجد. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه يا بنتي؟ اوه الايفنت بتاع تموره. تموره؟ الله الله بجد بجد. ده ايه ده؟ انا بستناه من السنه للسنه. انت مش فاهم. اه ده انت هبه منك. انت مش فاهم بجد. بنروح انا وصحباتي ونقعد نسمع تموره بيقول قرب كمان، ونقف بالشموع كده ونعمل الفلاش بتاع الموبايل. خلي بالك نقول بعد اذنك. إيه؟ خلي بالك، خلي بالك من الطريق، خلي بالك من الطريق. كده نعمل ايدينا كده. والله بجد بنبسط قوي في الحفله دي. انت مش فاهم. هو انت كنت مطبقه في حفله وجايه لي؟ ثواني، هو انت اسمك ايه؟ ليه؟ بسألك شوية. وهتهدي؟ اه اكيد اكيد. وعد؟ وعد. اسمي تامر. تامر؟ اه. شفت انا برضو بقى بحبش تمورة من فراغ، مش من فراغ، من حضني وحس باللي بحس بيه. ممكن اسألك سؤال؟ اسألي. حضرتك شايفني حلوة؟ دي حاجة ماليش فيها يعني. لا انا بسألك، محتاجة الاجابة. معرفش. ازاي ما تعرفش؟ انا مقلق منك. لا لا انا لا بجد انا مقلق. السؤال ده هيفرق في نفسيتي. نفسيتك ايه؟ ده انا نفسيتي هيفرق. انا مقلق منك. مقلق مني ليه؟ انا مش عارف بامانة ربنا يعني. انت يعني انا ما اعرفش. حتى بضحك وببتسم. بتضحكي ايه؟ ده انا خايف وانت ماشيه. انا بس بسالك سؤال، شايفني حلو؟ سؤال مش عايز تجاوبني ليه؟ ممكن تمشي. ممكن تجاوب؟ بالله عليك ممكن تمشي؟ ينفع تجاوب؟ انا مالي حلوه ولا متنيله بنيله؟ ممكن تمشي؟ اجابتك هتفرق معايا. ميه مش هجاوب. امشي. لا هتجاوب. اذا انت مجنونه بقى. لا انت لازم تجاوب يا بنت الحلال. امشي امشي وامشي بالراحه. طب رد عليا. لا مش هرد. انا بس محتاجه افهم انت ليه ما بتردش عليا. ما بردش. هسالك تاني، شايفني حلوه يا تموره؟ لا مش شايفك حلو. عشان انت ما بتشوفش. طيب انا اعمى. طب انت اعمى؟ انا ممكن اديك فلوس العمليه عشان تفتح. ده انت مستفزه. انت بجد مش ممكن يعني بامانه ربنا فعلا استباحه. انا بقالي 3 دقايق. 3 دقايق ايه ده؟ 3 دقايق عماله بفكر انت امتى هتعترف لي بحبك. حب يا بنت انت تعرفيني؟ انا ما اعرفكش. اه ما تعرفنيش. يعني انت هتجيبي لي بلوه؟ مش عايز تعترف لي بحبك. مش عايز تعترف لي بحبك يا بنت الناس. على مين؟ مش عايز تعترف لي بحبك. يلا نخبط في الميكروباص يا بنت الحلال. هنخبط هنخبط اهو. يلا يلا. طب انت عايزه ايه؟ الميكروباص مكتوب عليه. انت عايزه ايه؟ هيعيط على عربيتي. عايزه ايه؟ يلا يخرب بيتي. قولي انك بتحبني. انت عايزه ايه؟ قولي بتحبني. بحبك. الله يخرب بيت اهلك. هديت. ممكن تنزلي؟ بس خلاص نزليني بعد. خلاص يلا انزل. هات 35 جنيه. اعوذ بالله. مفيش فلوس. حساب. مفيش ام. حسابك. خد. هفهمك. خد بس تعالى اقول لك. تعالى تعالى تعالى. واحد الله بس. هوب الله اكبر. حد يكبر فودي. ده طويل قوي يا طنبور. يعني يعني. تعالى بس خلاص حقك عليا. حرقتي دمي. معلش. احنا اسفين. طب هسلم طبعا عليها تامر. طب عيب كده ما صحش. احنا اسفين. اسفين. بص هنا، انت كنت معانا في كريزي وومن. مش عايزينك تبقى متضايق من الهزار.
خالص؟ زعلان؟ شوية هنسالحك انت. عملت ربنا انت مستفزة فعلا قوي قوي. شكرا ربنا يكرمك، الله يعز مقدارك. شكرا ربنا يخليك. كل سنة طيبين. كل سنة وانتم طيبين. وقول رمضان كريم. رمضان كريم الله. وقولنا نذيع. لا ان شاء الله نذيعوا. والله صباح الخير. صباح النور. لا انا مستعجبه، انت هتقولي صباح الخير؟ لا هو في ايه؟ انت تعرفه؟ لا بصراحه. تمام. وحضرتك تعرفيه؟ حضرتك خطبته؟ لا احنا اصحاب بس انت بتتكلمي بقى عشان قوي. طيب اوكي، طالما حضرتك مش خطبته it's not your business. بس هي بجد؟ ايوه هو عارف ان انا متضايقه، المفروض كان يحس بيها لوحده، المفروض كان يحس ان انا زعلانه متضايقه. انت تعبانه؟ اه سخنه شويه يا حبيبتي بجد. بصي هي يعني صاحبتي اهو. بصي حسيتي متوتره مش مظبوطه متضايقه من حاجه؟ لا خالص، انا مستغربه بصراحه. انا عندي كل الادويه اللي ممكن تحلمي بيها. لا لا احنا تمام. ما تشوفيها يمكن تعب. استني اهو. لا لا انا كان عليا بس. انت بتتكلم في ايه؟ دي مستفزه جدا. انا اتعالجت والله، انما انت بالنسبه لك ممكن يناسبك. عندي اه عندي هنا محلول وكهنول وسرمول يناسبوكي. ايه الخرا دي؟ كلهم حاجات مناسبة جدا للحالة بتاعتك. انت بتتكلمي معايا كده ليه؟ انا عايز افهم بس. ثواني يا هاجر انا بتكلم بجد، انا مش فاهماها يعني. انا كل اللي مضايقني حاجة واحدة بس. اتفضل. انك مش حاسس بيا، مش حاسس ان انا متضايقة، ما حسيتش اني زعلانة لوحدك. هو حضرتك عارفاني ولا استني بس ممكن تكون عارفاني ولا حاجة؟ حضرتك عارفاني ولا ايه؟ ايه ده؟ حضرتك عارفاني ولا ايه؟ انا عايز افهم بس. بتتكلمي بعشم جامد قوي يعني. ثواني بجد يا جماعة، ده الايفنت بتاع تموره. واو ده الحياه ابتدت تضحك بقى باينها ولا ايه يا جماعه؟ هو ايه ده بجد؟ انتوا مش متابعين المواعيد بتاعت الايفنت بتاعه؟ لا والله مش متابعين. هنروح انا واصحابي بس. انا برضو في اغاني تانية كتير كتير قوي بتعجبني زي اللي بتعجبني. بصي هنا، بصي هنا، هي تعبانه بجد والله، محتاجه تتعالج. مشكله بجد والله. في اغنيه ثانيه بقى بتاثر فيا اللي هو يومينهم وهيجي غيرهم ويا قلبي ما تسيبك منهم كده. اغاني كده تبقى حلوه قوي. محمد بجد انت تعرفه؟ والله شكلها عارفاني. انت متخلفه؟ انت عارفاني طيب ولا لا؟ محمد هسالك سؤال. اتفضلي. انت مش حاسس يعني ان انا متضايقه وانت عايز تطبطب عليا وكده؟ على فكره انا عماله يعني انا عافر يعني تعجب بيا وانتي بتبوظي كل حاجة. مين تعجب بيك؟ يا دي اتصدمت. دي بقى اللي هو حب من طرف واحد. انا بعاني من الموضوع ده وانتي بتبوظي الموضوع اكتر. انت كمان حب من طرف واحد؟ والله شكلها عارفاني. خلاص تعرفك. تمام تمام تمام. ما ركزي في الطريق. خلاص. هو الاهتمام. طب خلاص. يا هاجر ايه؟ والله هتطلع عارفاني اقسم بالله. لا خلاص يا ماما. يا ماما بصي هنا يا ماما. ايدك بس جنبك. بصي هنا يا ماما. الاهتمام دي مستفزه قوي من ساعه ما ركبنا. لا دودي دودي. خلاص انا مش دودي. ايه دي بس والله؟ انت متخلفه بجد والله العظيم. انا مش فاهمه انت. ده انت العشم قتلك يعني. انا عشان خاطر عيون دودي مش هرد عليكي. لا بصراحه بصي. طب استنى. لا لا انا مش هكمل والله. انت شايفه ايه على الصبح؟ لا يلا يلا ننزل بجد. لا باي تحت في ليله. اقفي يا ماما. لا دي عندي على لسه في الاخر على فكره. اه طب ايه انت بتسوقي؟ ببقى معاك وما انتش. طب بصي قدامك. محمد انت بتجريها ليه يا بنتي؟ ده ضايعه يا بنتي. بصي قدامك هتلبسيها انت. شايف الميكروباص اللي في وشنا ده مكتوب عليه رأفت؟ انا هحزن رأفت على ميكروباصه لو انت دلوقتي ما اعترفتليش بحبك قدامها. بقول لك ايه يا علي؟ يا علي يا بنتي بصي. بقول لك ايه؟ يا ابني استنى بجد. انا عمال اهزر معاك. يا ماما استني يا هاجر. لا 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 انا هعرفك. انت بتقولي ايه دي؟ بقول لك بس. قولي بحبك بجد. قولي بحبك يا بنت المجنونه. قولي بحبك يا ماما. لا لا قولي بحبك يا اختي. قولي بحبك يا بنت. لا 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 انت شاربه. بقول لك ايه يا علي؟ ما انت عشان عملت جري. اقفي هنا. بقول لك قولي بحبك. طب اقفي. اما يجي عليكي بجد. اما يقولي بحبك. خلاص اما يقولي بحبك يا مجنون. يا ربنا. لا لا انت بتحبنيش يا ماما. اهدي. بقول لك سوق كويس. يلا بقى نخبط في الميكروباص بتاع رأفت. طالما ايه؟ طب اقفي اقفي على جنب. اقفي على جنب. بقول لك قولي بحبك. انت عبيطه يا ماما. هنخبط هنا بجد. انت والله العظيم انا مش عارفه مش عارفه مش عليها يا ماما. بقول لك اقفي. مصمم تقولي بقول لك اقفي. هم ازاي اصلا يخلوا حد زي كده يسوق؟ بس 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 هو ايه بس؟ ما تقولي مش نافع معاكي حتى. هو ايه ده؟ انت عايزه ايه يا ماما؟ بقول
كوفي. انت بتفهمي ولا ما بتفهميش؟ يا ايدي يا اجر اجر. عايزه حبايه كهنول والنبي يا اخ. انت بجد انت سافله على فكره. هاجر ايه دي يا هاجر؟ لا والله العظيم سافله. لو دودي شايف كده انت قلت الادب. لو دودي شايف ان انا سافله وانا في شتايم اكتر من كده ممكن اقولها. طب لا ده لا عادي. لو انا بقول لك كوفي هنا انا مفكرش هضربها بجد. لا 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 ايه انا هضربها. مش عارف ده دماغها تعبان. مش هتقولي بحبك كويس. احنا في احنا في طريق. مش هتقولي بحبك. بقول لك يا علي مش هتقولي بحبك. علي بقى يا ماما تيجي بتحبني. هو ايه ده بقى جريها دي؟ دماغها تعبانه. دي مريضه. معلش انت متاكده دي مريضه؟ صدقيني دي حلها كده. طب انا عايز انزل دلوقتي. جريها. طب انا عايز انزل دلوقتي. نفسنا ليه؟ عايز انزل دلوقتي. سابك واختارني خلاص. بلا شغل بلا قرار. مش رايحه الشغل. سابك واختارني خلاص. معلش يا حبيبتي بجد انت مريضه والله. انت محتاجه دكتور. مريضه ايه انت؟ ايه اللي بحبك حالا؟ مش طبيعيه. مش لسه في الزفته. مش هروحيها. هاجر هاجر احنا في الشارع. ايه وقرف ايه ده مجنونه. انت كويس انت كمان ما تلبسيناش في اي عربيه. يا بنتي دماغك تعبانه. طيب طب علي علي احنا في طريق. بيبي بيبي مفيش حاجه هتاثر على علاقتنا. بيبي والله العظيم بنت هتلاقي عندي على الانستا زي ما انا بقول لك. انا عايز انزل دلوقتي. انت عملت جريمه وانا عمال اقول لك بس خلاص خلاص زهقت. بس 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 يا بجد كان مودي وحش قوي وبجد غيرت مودي. يلا بس يلا. نعم 40 جنيه. استني بس لحظه. حتى مش مشكله الفلوس. انت بتتكلمي في الفلوس. فلوس ايه منين انت؟ انت فلوس على ايه؟ حاضر كمان بليز. فوكي نفسنا وهات الفلوس. وصلنا يا حبيبتي. يلا على مكاننا. يلا يلا. مفيش حاجه نطلبها من هنا. هو قاعد معايا. علي بقول لك مفيش حاجه هنطلبها من هنا. لا هنطلب. انا عارفه انك عايز تقعد معايا. يلا يا حبيبتي احنا عايزين نوصل في مكاننا. ممكن توصلنا في مكاننا؟ هاي قولوا باي يا ولاد الجنيه. انزلوا انزلوا. دي الجنية. هما اتأخروا شوية على ما قلنا فكانت ممكن هاجر تلفوني على مين مش عارفة. كنت قلقانة منها بصراحة. معلش. خلاص مش زعلانة. تمام؟ زعلانة مين أنا؟ يا بنتي مالوش دعوة. أنا اللي بنكشه. رمضان كريم. وأنتوا عملتوا إيه؟ يا بنتي بنهزر. بصوا هنا قولوا إنكم موافقين إن إحنا نذيع. موافقين طبعًا إن إحنا نذيع. كل سنة.